نجل شقيق الرئيس صالح يعلق على وفاة الشيخ الأحمر بشكل صادم وغير متوقع. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. أثار العميد يحيى محمد عبد الله صالح غضب الكثير من اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقه بشكل صادم وغير متوقع على وفاة الشيخ حسين بن عبد الله الأحمر. وعلق العميد يحيى صالح رئيس أركان الأمن المركزي اليمني سابقا، وهو نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله، بقوله: يموت من مات ويعيش من عاش، ما يوجع القلب إلا فراق عفاش. وانهالت ردود الفعل الغاضبة من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي باليمن على تعليق يحيى صالح، مؤكدين أن التعليق جاء في غير موضعه ولا يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع اليمني الذي يتشارك فيه الجميع الحزن على أي فقيد، لا سيما شخصية قبلية وسياسية كالشيخ حسين الأحمر. وتوفي مستشار رئيس الجمهورية اليمنية عضو مجلس النواب البرلمان اليمني الشيخ حسين بن عبد الله الأحمر مساء الأحد في دولة جورجيا إثر تعرضه لجلطة قلبية وفق مصادر مقربة من عائلته.